أكد وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بروما أن المغرب تميز عبر تمكنه من تحويل تحديات أزمة كورونا إلى فرص، وذلك من خلال إطلاق برنامج واسع النطاق للإصلاحات الباعثة على التغيير. وأكد الوزير في معرض مداخلته عن بعد خلال المنتدى الدولي السابع حوارات البحر المتوسط أن المملكة عملت على تحويل تحديات الجائحة إلى فرص، لا سيما من خلال إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي دعم القطاع الخاص ضخ ما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الوطني، الإصلاح العميق لنظام الحماية الاجتماعية من أجل إضفاء الدينامية على الرأسمال البشرية، وتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة. وأوضح بوريطة أن المغرب بقيادة الملك محمد السادس نفذ أيضا مشروعا طموحا يروم تصنيع لقاح ضد كوفيد-19 سعيا إلى ضمان السيادة الصحية للمملكة والبلدان الإفريقية.